اكو عندنا الحجاب نوعين، اكو نوع من الحجاب امرأة لو تلبسها جميع اشتار الدنيا هي فاشقة من الداخل، واكو بالعكس امرأة نعم بملابس الاعتيادية لكن انت مربيها من داخل، مربيها على الحصانة، على اليمن، على العفة. ها اذا ربيتها على العفة لا تخاف، نشئها على العفة وبشرط ان تكون انت عفيف، اما اذا شافتك انت فاشق تروح تفشق. عفوا تعفوا نشاؤكم. نعم انت تطلع رايح ما ادري وين ورايح ما ادري وين وتنتظر من اهلك ان تكون مثال العفة، لا لا الله يبليك، حتما حاول ان تعف عن اعراض الناس حتى يعف عن عرضك. يعني ان تكون تغار على عيالك لكنه بمقدار ما تحصل الحصانة، لتوصل الغيرة الى درجة امرأة طلعت وهي ماشية مثلا شافت منظر قدامها وقفت عيني، ملعنت الاهل، انت شنو عينتي لذولا، معنى تحبين ذولا تردين ترحين لهم، وشال مسدسه وصار سبع براسه، شلون هالحكي؟ مو كلام، مو كلام، غيرة اكو لكن بتحصين باصول. يعني الانسان يربي، انت اذا عززت الثقه في نفس المراه وربيتها من الداخل لا تخاف عليها. المراه مجبول في فطرتها، نبه لي، حب الزينه، التفت لها النقطه هاي، هاي نقطه يعني حتى لو تكون المرأة في أعلى درجات الكمال ما تستغني عن الزينة، هذا هي فطرة في طبيعتها تريد. أو من ينشأ في الحلية، نبه، المرأة تنشأ في الحلية تريد الزينة، إذا كانت زينة معقولة بالمعروف، شنو يعني ما يقره العقل والشرع، تحتاج الى ان تكون على زينة، على نظافة، زين في مثل هالحالة تكون بالمعروف، يعني الزينة تكون معقولة يقرها الشرع ويقرها العقل، اكو نوع لا والله من الزينة شكل اخر يعني ما لا يقر الشرع ولا يقر العقل، يعني تكون تتحول الى امرأة مشكلعة. لا، في مثل هالحالة هاي من حق المسلمين أن ينكروا عليها، لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الولي أو الأسرة أو حتى المجتمع الإسلامي من حق أن ينكر عليها، قلها أنه أكو زينة لكن هاي الزينة لا تصل إلى درجة تخطي المقاييس التي رسمها الشارع أو التي رسمها العقل، لازم الزينة تكون بمقياس معقول فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، نبه، يعني يكون أن هذا معروف، يعني يقر العرف يقروا العقلاء، يعني هذا يصادر حريتها ويصادر حق من حقوقها. يعني أنت ترى أكو بعض الحركات اللي تشوفها عندنا في مجتمعنا هاي تشكل عملية ردة فعل، يعني انت مشايف المرأة شلون فلتانة، فلتانة المرأة، شنو سببها؟ سببها احنا، لانه احنا لما ضغطنا على الحرية، هذا لما تضغط عليه الطير اذا ضغطت عليه يبقى يختار، يختار يهز روحه الى ان يطير، مو الشكل، نفس العملية عينا المسألة، هذه انسان مثل الرجل، شو الفرق؟ الها مشاعرها وإلها تطلعاتها وإلها اختيارها، إحنا نجي لا نجبرها على شيء معين تصير عندها ردة فعل. أحيانا أنا أكد لك أكو بعضهم مخنوقة حتى من الدين، بس مو عارفة هي أن الدين مو هو اللي ظالمها، يعني ما تفرق بين الإسلام وبين المسلمين، المسلمين شيء والإسلام شيء، إسلام شيء واللي يجري بالساحة ما له علاقة بالإسلام، هذه بناها أن كل شيء يشوه الرجال هذا معناه نظرية الإسلام، لا مو نظرية الإسلام، مو شيء، إسلام يعطيها الحرية المرأة في الحدود المعقولة، يضع لها ضوابط، لا تجازف، لا تتهور، لا تكون عبد للغريزة، تبيع نفسها من أجل الغريزة، نعم يجي يعطيها ضوابط، وإلا مو معناه يعتدي عليها، اللي عندنا لا غير هذا.
لأنه أريد النساء يعرفا أن المرأة تملك اختيارها. خاف هذا تصرفاتها تحمل على الإسلام ويجي كل واحد يلزم المرأة يوجهها شو ما يريد. أيوة تزوجيني هذا يوم يصير. ليش أنت ليش تسعى في الفساد؟ هاي ليش تجبرها على أن يو تنكبت وتموت، يو تفلت تروح ترتكب الرذيلة؟ فليش ليش ما تترك لها اختيارها بالمعروف بالأصول المعروفة؟ في هالناحية جاءت الآية لترفع تحكم الرجال بالمرأة فيما كانوا يقومون به من تصرف، تصرف يأباه الدين ويأباه الخلق وتأبى الكرامة. نعم الكرامة تأبى هذا. الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، وبني آدم الرجال والنساء مثل ما أنت إلى الكرامة، المرأة إلها كرامة، إلها اختيارها، إلها حريتها، إلها إرادتها.